ام احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ابله لميا؟ اهلا بيكي. ازاي فضيله الشيخ؟ اهلا وسهلا يا فندم. لو سمحت بس ممكن اسال حضرتك، انا جوزي كان عامل عمليه من 6 شهور. والحمد لله يعني العمليه نجحت وبتاع، وبعد ما خف وكله راح ربنا اختاره الله يرحمه. بس فانا ايه يعني احنا ما قصرناش معايا في اي شيء الحمد لله، بس احنا ايه يعني انا لما صورته وصوته وكله مش مفارقنا في البيت انا ولا اولادي، فانا في خيال ان احنا ايه مش عارفه اخاف الا ندخل في مرض نفسي وكده. وبقى له 6 شهور يا ام احمد؟ بقى له 4 شهور بالظبط. ويعني كنا مرتبطين بيه ارتباط زياده عن اللزوم وكده، صوته وصورته وكل شيء في البيت لغايه الان 4 شهور بالظبط. ربنا يصبركم يا رب ويرحمكم. انا مش عارفه اعمل ايه، بس هو ربنا عالم احنا ما قصرناش معاه في اي شيء، فخايفه يكون لما مش عاوز يفارقنا وكده نكون احنا قصرنا معاه. فضيله الشيخ يا ام احمد، ايوه، واحنا لما نعيش مع بني ادمين حياتنا كلها ونبقى مرتبطين بيهم مش مفارقنا لحظه، وبنشوفهم كل يوم وبنسمعهم كل يوم وحياتنا معاهم سواء كان 20 سنه 30 سنه 40 سنه، ايه 20 25 سنه. طيب يعني 20 25 سنه عايزاها بعد 4 شهور صوته وشكله يروح من قدامك؟ اه بس ده اللي تعب نفسيتي فضلت الشيخ، مش عارفه اعمل ايه. واحنا الحمد لله بنصلي وبنقرا قران وكله انا واولادي. حاضر يا ام احمد، تابعينا. اتفضل يا شيخ سيد. اولا ربنا يرحمه ويحسن اليه ويتجاوز عنا وعنه ويغفر لنا ولهمنا وليها طبعا، اللهم امين. وبرجو من ام احمد ترفع ايدها للسماء كده وتقول معايا الحمد لله. قولي يا ام احمد الله يبارك لك، واي حد اصيب بمصيبه يقول هذا الدعاء الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. وبذكر أم أحمد وكل مشاهدينا وبذكر نفسي وحضرتك وكلنا أنه من أركان الإيمان الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، لما سأل جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوة ومرة. النص اللازم برضو نؤمن به نص قدسي، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، ده نصوص ثابتة. فما ينفعش خالص المؤمن يجزع، ما ينفعش. ودايما طول عمرنا بنقول الناس أمام المصائب 4، واحدة منهم مش للمؤمن. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، الجزع ده مش وارد معانا خالص، انما احنا ان شاء الله نخش في الصابرين. ارجو ام احمد ربنا يبارك لها رب تكون منهم صابر. هو انسان متالم، ما بقولش لا، زي ما حضرتك تفضلتي عايشه 25 سنه مع شخص ما وجايز يكون كان راجل طيب وبيحسن معاهم في العشره، فبالتاكيد مرتبطين بيه، اكيد طبعا اب واولاده مرتبطين بيه، جار وجار واصحاب مرتبطين ببعض، ده طبيعي، زوج وزوجه ده شيء طبيعي، فلابد ان احنا نرحم هذه الفطره وهذه العاطفه. ما بنقولش لا، احنا مش حجاره، احنا مش اصنام، ولكن نبقى مؤمنين بقضاء ربنا وقدره، نبقى راضين يا استاذ، صابرين، اللسان ما يتكلمش بسوء، اليد ما تعملش حاجه غلط، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه، ونبتدي نفك ونخرج من حياتنا. انا عاذر السيده الكريمه ام احمد لان ما تزال في العده بقى لها 10 ايام، جايز بعد العده ما تنتهي 14 و10 ايام تبتدي تخرج في بما سمح الله سبحانه وتعالى وما يعني احل واباح، فهتخرج من حياتها شوية، الأمور هتمشي وهتعدي بإذن الله تعالى. لكن طبيعي الحزن موجود، الأسى موجود، الدمع والبكاء لرسول الله قد حصل، وقال إن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون غير أننا لا نقول إلا ما يرضي الرب. صحيح. بس فالمهم يا أم أحمد أنك ما تقوليش إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، ومن يتصبر هيحصل إيه؟ يصبره الله. يعني لازم انا اخد خطوه، خطوه ان انا احاول اصبر، هيحصل ايه؟ ربنا هيلهمني الصبر. الصبر يا ساده خلق عظيم، منحه الهيه يمنحها الله لمن يحاوله، الا هيحاول زي من يعني يستعفف يعفه الله، لا يطلب العفه ربنا هيديها له، انما هبقى مبسوط او بالحال انا فيه حاله الكآبه والحزن والهم
ولا حاله الفجور والاثم مبسوط فيها قوي، بس اعمل ايه؟ ربنا ما هدنيش، ربنا ما صبرنيش. لا، انت ما بداتش. لازم انا ابدا. من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، من تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، من اتاني يمشي اتيته هروله. لازم نبدا، وربنا يا رب ينزل عليه قلبك السكينه والرحمه واولادك، ويرحم زوجك ويرحم امواتنا جميعا. اللهم امين. امين يا رب.